بسم الله. تمارين حول درس المعادلات لمستوى السنة الثالثة إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. سنواصل حل المسائل. يكلف شراء بضاعتين 1930 درهما. إذا علمت أن ثمن إحداهما يزيد على نصف ثمن الأخرى بأربعين درهما، فما هو ثمن كل بضاعة؟ يلا انقل التمرين في دفترك ثم أنجز. سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل معا. يلا كالعادة أوقف تشغيل الفيديو حتى تنتهي من إنجاز التمرين. صافي انتهيت، يمكننا نبدأ عملية التصحيح. يلا نشوف حل هذه المسألة. يلا كيف سنبدأ؟ بالفعل غادي نعطيو ثمن إحدى البضاعتين واحد الحرف مثلا إكس، ليكن إكس بالدرهم، نحسب بالدرهم بطبيعة الحال، هو ثمن إحدى البضاعتين. إذن ما هو ثمن البضاعة الأخرى؟ قيل لنا أن ثمن البضاعة الأخرى يزيد على نصف ثمن البضاعة الأولى بأربعين درهما. إذن ما هو نصف ثمن البضاعة الأولى؟ نعم، نصفه هو إكس على اثنان، ويزيد عليه بأربعين درهم. طبقين. إذا كان إكس هو ثمن البضاعة الأولى، فثمن البضاعة الثانية هو إكس على اثنان زائد أربعون درهما. طبقين. كم يكلف شراء البضاعتين معا؟ نعم، يكلف ثمن شراء البضاعتين معا 1930 درهما. إذا ما هي المعادلة المحصل عليها؟ بما أن أتقدم زين، بما أن ثمن البضاعتين هو 1930 درهما، فإن المعادلة المحصل عليها هي ماذا سنكتب؟ نعم، سنكتب ثمن البضاعة الأولى اللي هو إكس زائد ثمن البضاعة الثانية اللي هو إكس على اثنان زائد أربعون، والمجموع يساوي 1930. يلا سنحل هذه المعادلة. ما هي المرحلة الموالية؟ نعم، نوحد المقامين ديال إكس وإكس على اثنان، وننقل مثلا أربعون إلى الطرف الثاني. تصل الكتابة على دنها، 2x على 2 زائد x على 2 تساوي 1930 ناقص 40، أي 3 على 2x تساوي، ثم نحسب الفرق. أي 3 على 2x تساوي 1890. واضح؟ يعني ماذا؟ نعم، يعني إكس يساوي 1890 في ماذا؟ نعم، في 2 على 3. نختزل، تساوي 630 في 2،
أنا اختزلته بثلاثة، 18 على 3 6 و9 على 3 3 ونضع صفر، إذن 630 في 2 أي إكس يساوي 1260. إذن 3 في 2 6 و6 في 2 12 ونضع صفر إلى اليمين، إذن هذه هي القيمة التي توصلنا إليها. إذن ما هو ثمن إحدى البضاعتين أو ثمن البضاعة الأولى؟ فعلا ثمن البضاعة الأولى هو 1260 درهما، وثمن البضاعة الثانية هو ماذا؟ نعم، سنأخذ 1260 ثم نقسم على 2 للحصول على نصفه وسنضيف إليه 40. استنتاج ثمن البضاعة الأولى هو 1260 درهما، و ثمن البضاعة الثانية أو الأخرى هو 1260 درهما على 2 زائد 40، ثم نحسب أي 630 زائد 40 أي 670 درهما. إذن هو ثمن البضاعة الأولى وهذا هو ثمن البضاعة الثانية، ولا حسبنا المجموع ديال ثمن البضاعتين معا غادي نوجدو 1930 درهم. إذن 1260 أضف إليه 670 تعطينا 1930. وهكذا تأكدنا بسهولة أن الجواب الذي حصلنا عليه ينسجم مع معطيات المسألة. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.